للدرجه دي ابويا بياني؟ جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes. Yes. انت خريجه ايه؟ Business Administration AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعه بقى عنده حق. مين جمعه؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شله الجامعه. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شله الجامعه اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطاله. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي. انا لقيتها ناس فكره تبدليها. برافو عليكي. ايه ده؟ هي البدله دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا؟ مش هيدفع حاجه يا ملك، قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع. هيدفع يا ملك، وهتعملي العمليه ان شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ ابوكي لازم يتاكد ان انت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مره بيقفل السكه في وشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابوكي عنده بريد الكتروني؟ ايه؟ ايميلز يعني، عنده ايميلز؟ طبعا. انا هخلي ابوك يدفع الفلوس زي الجزمه. قلت لك ما تشتمش. انا اقصد جزمه غاليه يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه. وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل. انا رشدي سرحان باظ، احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت ب41 عمليه ارهابيه في جميع الدول الاجنبيه المنوفيه منها والغربيه. احذرك يا أدهم يا شاذر بأنه لن تنعم أمريكا، لا لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون تعاطفك واحد ومو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريمة السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها، ولا حركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي يا باظه. طعي رشدي يا باظه، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكره اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليك. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش انت ما تقدرش عليه. هو ربع والله. ما تخافيش انا نحست خلاص. عايز اقول لك ان شكلك بجد رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده عشان ابوكي يصدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. بقول لك نحست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها، هنشوفها عندي في الظل فوق لان واضح انها بتعرق شويه في الشمس. تصبح على خير يا جماعه. بتتري على شكلي؟ معلش فاهمه ده. يا رجل